قفوا بمخافة الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشير، بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. دين يا رب الذين يظلمونني، وقاتل الذين يقاتلونني. خذ مجنا وترسان وانهض إلى معونتي. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. وكان في ذلك الزمان قد حضر إليه قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دماءهم بذبائحهم. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين حتى نكبوا بهذه الآلام؟ أقول لكم لا، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أم تظنون أن أولئك الثمانية عشر رجلاً الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ أقول لكم لا، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. والمجد لله دائما.